بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمعنا جولة أخرى مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، نزداد قربا منهم ونزداد معرفة بصفاتهم ومناقبهم ومآثرهم، فنزداد بذلك حبا لهم، وكلما ازددنا حبا لهم فنحن على أمل أن نكون معهم في الجنة، لأن الله عز وجل وعد كل الصحابة الجنة، وكل وعد الله الحسنى، من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. فهذه ترجمة الصحابي الكريم الأشعري اليمني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. والإيمان يمان والحكمة يمانية، وهو الذي أعطي مزمارا من مزامير الداود، في القرآن، من أفقه وأقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم فاضل كريم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، فقدم الأشعريون فلما دنوا جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فلما أن قدموا تصافحوا، فكان أول من أحدث المصافحة. هذا رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فهذا مع قدوم الأشعريين، وأشهرهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. اسمه وكنيته وصفته وإسلامه: اسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، كنيته أبو موسى. طبعا هو مشهور بالاسم، مشهور بالكنية، كنيته أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه، ولكن اسمه عبد الله بن قيس. صفته: كان أبو موسى أثط قصيرا خفيف اللحم، والأثط يقول هو القليل شعر اللحية، وقيل هو الخفيف اللحية من العرضين، يبدو أن لحيته كانت خفيفة، فهو خفيف اللحية من العرضين، وكان قصيرا خفيف اللحم. قال ابن الأثير: ذكر الواقدي أن أبا موسى قدم مكة فحالف أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة. وقال طائفة من العلماء بالنسب والسير إن أبا موسى لما قدم مكة وحالف سعيد بن العاص انصرف إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع إخوته، فصادف قدومه قدوم السفينتين من أرض الحبشة اللي كان فيهم جعفر بن أبي طالب، والذين هاجروا إلى الحبشة للهجرة الثانية، فأتوا معهم، أتى الأشعريون مع جعفر ومن معه من الذين هاجروا إلى الحبشة. وكان هذا فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وقال: لا أدري أيهما أفرح، بفتح خيبر أم بخدوم جعفر. فكان أبو موسى أتى معه، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة في أن يقسم لمن أتى مع جعفر بن أبي طالب من غنائم خيبر. قال أبو عمر بن عبد البر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد خدومه مكة ومحالفته من حلف من بني عبد الشمس إلى بلاد قومه، إنه ما جاش مكة وطلع للحبش، لا، ده هو رجع لليمن، جاء مكة ورجع اليمن وأقام بها، حتى قدم مع الأشعريين نحو 50 رجلا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي، فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها، فأتوا معهم، وقدمت السفينتان معا، سفينة جعفر وسفينة الأشعريين، على النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، وخيبر فتحت في السنة السابعة من الهجرة. وقد قيل إن الأشعريين إذ رمتهم الريح إلى الحبشة أقاموا بالحبشة مدة، ثم خرجوا عند خروج جعفر رضي الله عنه. فلهذا ذكره ابن إسحاق في من هاجر إلى الحبشة، والله أعلم، كأنه يقول أنه أساسا كان جاي من اليمن، ما جاش مكة وطلع من مكة على الحبشة، كما ذهب من مكة إلى الحبشة جعفر ومن معه من أصحاب هجرة الحبشة. فضائله: عن أبي بردة ابن أبي موسى
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ففاز بهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال الذهبي: وهو معدود في من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أهل البصرة وفقهم في الدين، قرأ عليه حطان بن عبد الله الرقاشي وأبو رجاء العطاردي. كان يشير إلى علو سندين وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ عليه أهل البصرة، فمن أشهرهم حطان بن عبد الله الرقاشي وأبو رجاء العطاردي. وقال أيضا: وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن، يعني كان أمير على زبيد وعدن، ولي إمرة الكوفة لعمر رضي الله عنه وإمرة البصرة، وقدم ليالي خيبر وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه علما كثيرا رضي الله عنه. وقال ابن مندة: افتتح أصبهان زمن عمر، أنه كان أمير على الجيش الذي فتح أصبهان في خلافة عمر رضي الله عنه. وقال العجلي: بعثه عمر أميرا على البصرة فأقرأهم وفقاهم وهو فتح تستر، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه. وعن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى، وأومأ إليه. رواه ابن سعد وصححه الحاكم وفقه الذهبي. وفي آل نياب تنطبق يعني على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فانطبقت على الصديق رضي الله عنه لما ظهر المرتدون، يعني قيد الله جل وعلا أبو بكر فقاتلهم في حروب الردة المشهورة. وعن ابن أبي بردة عن أبيه قال: خرجت ليلة، ويبدو عن أبي بردة عن أبيه، يعني ابن يبدو زيادة، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال، أن أبو بردة تابعي عن أبيه أبو موسى قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة، وأبو بريدة ابن أبي بريدة عن أبيه اللي هو بريدة، عن ابن أبي بريدة عن أبيه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة، أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، فأتيته فإذا هو أبو موسى فأخبرته. ده هو أبو بريدة رضي الله عنه. وفي قصة سؤال علي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي موسى قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه، يعني علي بن أبي طالب بيمدحه بيقول أنه اتسبق في العلم، يقول: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. وعن أسود بن يزيد قال: لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى، علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. وعن مسروق قال: كان القضاء في الصحابة إلى ست، الذين كانوا يقضون وعندهم علم بالأقضية، عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى رضي الله عنهم. وعن أنس قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. قال: أما إنه كيس لا تسمعها إياه، كيس يعني عاقل، يعني قال: لا تسمعها إياه، يعني يبدو خوفا من إيه، يعني من الغرور، يعني لا تسمعها إياه. وقال الحسن: ما قدمها راكب أي البصرة خير لأهلها من أبي موسى، يعني ما جاش البصرة يعني أفضل من أبي موسى. ما قدمها راكب أي البصرة، طبعا الحسن البصري يعني من كبار التابعين من أهل البصرة، يقول: ما قدمها راكب أي البصرة خير لأهلها من أبي موسى. وعن زهري عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، زهري من صغار التابعين وأبو سلمة من كبار التابعين، يقول: كان عمر إذا جلس عنده أبو موسى ربما قال له: ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ، إن كان عمر بيطلب منه أن يقرأ الإيه القرآن، يقول: ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ، يعني القرآن. عبادته
قال الذهبي: وقد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا. يعني دائما تجد الشخصية المسلمة والقدوة السلف رضي الله عنهم مش مثلا أوعية علم ولكن بطلون في العبادة أو متعلقون بالدنيا أو يمالئون الحكام الظلمة. تجد يعني فيهم كل الخصال، تجد عابد وزاهد ومجاهد وعالم، يعني فدي أخلاقي أن هؤلاء. وطبعا هم الصحابة أولى بكل فضيلة أنهم التلامذة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذهبي: وقد كان أبو موسى صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. وعن ثابت عن أنس قال: قدمنا البصرة مع أبي موسى فقام من الليل يتهجد، فلما أصبح قيل له: أصلح الله الأمير، لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون لقراءتك. فقال: لو علمت لزينت كتاب الله بصوتي ولحبرته تحبيرا. وقد يأتي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع أبو موسى وقال له: لقد استمعت إلى قراءتك البارحة. فقال له: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من حب القرآن، كما قال ابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. حين الإنسان ما بيسمع يكون عنده قدرة على التدبر أكثر من القراءة، من القراءة مشغول مثلا بالقراءة، ولكن قد يكون في السماع إعانة على التدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ القرآن، فقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك، يعني يكفيك. فنظر فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأيضا استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري. قال أبو عثمان النهدي ومن كبار التابعين يقول: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. إن كان لا يصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته رضي الله عنه. وعن صالح بن موسى الطلحي عن أبيه قال: اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك، كان بيقولوا له يعني تخفف عن نفسك من هذه العبادة الشديدة، قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. يعني حتى بعض الناس في السباق تجد أنه يستبقي نفسه يتأخر شوية، وناس تجري من أول السباق تبذل كل جهدها في الجري، وبعض الناس عندهم حنكة يمشون ببطء في الأول، ثم يأتي إذا قرب نهاية السباق تجد يستفرغ كل وسعه فيسبق من كان يسبقه أولا. فأيضا الإنسان في الحياة كذلك، يعني لما يحس بقرب أجله أو جاءه النذير اللي هو الشيء، ينبغي عليه أن يستفرغ وسعه في الطاعة والعبادة، من باب ان هو ينال حسن الخاتمه، ومن باب ان هو يعني ايضا يحصل يعني ما استطاع من من الحسنات. فقال: ان الخيل اذا ارسلت فقربت راس مجراها لنهايه السباق اخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من اجلي اقل من ذلك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى وابي عامر اللي هو الاشعري اللي هو عم ابي موسى. عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس. وطبعا غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما انتصر في حنين هوازن بعضهم ذهب إلى أوطاس، بعضهم إلى نخلة، وبعضهم تحصن مع أهل الطائف، فأرسل إلى أوطاس يعني سرية عليها أبو عامر الأشعري اللي هو عم أبي موسى الأشعري. يقول: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس، فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته. فواحد يعني رمى أبا عامر الأشعري بسهم في ركبته فأثبته، يعني ثبت السهم في ركبته. فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إليه فقصدت له،
فلحقته فلما رآني ولى ذاهبا، يعني أراد أن يهرب لما رأى موسى يقصده ولى ذاهبا، فجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا، فيدل أن العرب مشهورين بالشجاعة والنخوة، فبيقول له أنت بتهرب، أنت مش مكسوف، ألست عربيا ألا تثبت؟ قال فكف، يعني فوقف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته، فقتل الذي رمى ينعمه بسهم في ركبته. قال ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبك، قال فانزع هذا السهم، قال له طلع السهم اللي في ركبتي، قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فخرج الماء من ركبتي فنزى منه الماء، فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يستغفر لي، كأنه أحس بقرب أجله، فأرسل أبو موسى الأشعري ابن أخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه السلام من أبي عامر الأشعري، قال له انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يستغفر لي، قال واستعملني أبو عامر على الناس، يعني جعله هو الأمير لما هو رمي، يقول فمكث يسيرا ثم إنه مات. فلما قدمنا وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رفع يديه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، فقلت ولي يا رسول الله، يعني هو دعا لأبي عامر فقال له موسى ولي يا رسول الله فاستغفر، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس لو أبو موسى الأشعري ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. درر من أخواله رضي الله عنه قال أبو موسى لأن تمتلئ من خرية من ريح جيفة أحب إلي من أن يمتلئ من ريح امرأة. وعن أبي موسى قال لا يسعى بين الناس إلا ولد بغي، ولد زنا يعني، لأنه يهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك الذي أنهى إليه الكلام، اللي هو اللي بينقل الكلام ويقع بين الناس النمام، يعني بيفعل فعل الذباب اللي بينخل الجراثيم يعني. وقال رضي الله عنه إنما سمي القلب لتقلبه، وإنما مثل القلب مثل ريشة بفلاة، يعني صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن، فسمي القلب قلبا لتقلبه. وعنه رضي الله عنه قال لكل شيء حد، وحدود الإسلام الورع والتواضع والشكر، فالورع ملاك الأمور والتواضع براءة من الكبر، والصبر النجاة من النار، والشكر الفوز بالجنة. وقال رضي الله عنه أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت. وفاته رضي الله عنه. قال ابن أثير ومات أبو موسى رضي الله عنه بالكوفة، وقيل مات بمكة سنة 42، وقيل سنة 44 وهو ابن 63 سنة. قال الذهبي وقد ذكرت في طبقات القراء توفي أبو موسى في ذي الحجة سنة 44 على الصحيح، فالراجح هو 44 والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة. أخي يقول أعاني من اكتئاب نفسي ومشاكل اجتماعية نتيجة التربية الخاطئة، فهل هناك حرج من أن أعرض نفسي على طبيب نفسي؟ لا داعية. هو الأفضل يكون طبيب نفسي يكون أخ ملتزم، يعني زي الدكتور ياسر عبد الخاود، دكتور محمد شريف سالم، طبعا الشيخ محمد إسماعيل طبيب نفسي أيضا، ولكن هو يعني مشغول يعني بالدعوة يعني أكثر من الأي من الطب يعني، فما فيش حرج يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فما فيش حرج أنه يذهب يعالج نفسه. الله أعلم. أذن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. سأل يقول: هل يجوز النقل عن أهل البدع أم لا؟ يعني بعض الناس يظنون أن كل إنسان يقع في خطأ مثلا أو في شيء يعتبر من البدع يعتبرون من أهل البدع. أهل البدع اللي هم أشربت قلوبهم البدع ويدعون إلى البدع ويقتنعون بالبدع، لكن قد يقع إنسان في خطأ وهو غير قاصد للخطأ، كما وقع. يعني ما تقدرش تقول مثلا على الإمام النووي أنه مبتدع، لأنه أحيانا بأول الصفات، أو الحافظ ابن حجر مثلا ما تقدرش تقول أنه من أهل البدع، وإن وقع في التأويل ويقولون بالتبرك بأثار الصالحين وكانت أشياء من البدع، ولكن لا يمكن أن تقول عن هؤلاء من أهل البدع، وإلا يعني لحرمنا من بركة يعني هؤلاء العلماء. ولكن هؤلاء يعني قصدوا الحق ولكن ليسوا معصومين، قد تكون لهم يكون لهم مشايخ أخذوا منهم هذه الأشياء وهم يحسنون الظن بهم، أو نشأوا في أجواء يعني فيها فكر الأشعري أو الاعتزالي، أو فوقع في بعض هذه الأشياء. ولكن مش زيد جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من أهل البدع الذين يعني كانوا دعاة للبدع، فطبعا ما يجوزش نحن ننقل عن أهل البدع الذين يدعون للبدع. ولكن مثل هؤلاء العلماء الذين وقعوا يعني خطأ في بعض الأشياء المخالفة للسنة، يعني هذا شيء والثاني شيء آخر، وإلا فالعلماء كلهم ينقلون عن الإمام النووي والإمام ابن حجر والبيهقي وغيرهم. يقول: ما قول فضيلتكم في البريل مع أنه يحتوي على نسبة كحول 1% أو أقل؟ يعني هو الحكم الشرعي بيترتب على الأثر، يعني مش بالتحليل الكيماوي، مش هنقول ده في 1% أو 1 في 1000 كحول يبقى حرام. ولكن لو شربت مثلا إزازتين 3 بريل هل يحدث أثر؟ ممكن لو شربت 100 يحدث أثر، ولكن من يستطيع أن يشرب 100؟ فعلى أي حال يعني أنا لا أشرب البريل ومثل هذه الأشياء المشبوهة، ولكن لا أحرمه، لا أقول حرام، ولكن بباب الورع إنسان يعني يبتعد عن الايه عن هذه الاشياء، وخاصه التي تصنع في شركات الخمره واللي تضع هذه المواد في البواتق التي فيها الخمور وتصنع شركات الخمور. فاولى بالمسلم ان الا يستعمل هذه الايه هذه الاشياء من باب اجتناب الشبهات. ولكن يعني ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فتحريم الحلال زي تحليل الحرام، فلا أقول يعني هي حرام، ولكن أقول من باب الورع مثلا لا يشرب مثل هذه الأشياء، وإن الحكم الشرعي بيترتب على الأثر الفعلي مش على التحليل الكيماوي، مش لو حلنا وجدنا 1% كحول يبقى حرام، والله أعلم. يقول قائل: لدي إقامة بأمريكا وأعمل بها فترة أعود إلى بلدي، وسمعت من فضيلتكم أنه لا يجوز الإقامة بأمريكا لأنها تستحق العذاب، وطلعنا برامج وثائقية غريبة تنبئ بكوارث طبيعية كبراكين أو تسامي في جزيرة بالماء، وهل يوجد ملايين من المسلمين بها يمنع هذا العذاب؟ يعني علماء يعني قالوا ما يجوزش الحياة في بلاد الكفر لا تطراء نارهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين. فالأصل إنسان لا يسافر إلى هذه البلاد، والذين رخصوا بالسفر بضوابط شرعية قالوا يسافر لمدة محدودة ويستطيع إظهار دينه ويكون متزوجا وتكون زوجته صالحة ويكون في جماعة من المسلمين، ولكن البلاء اللي بينزل مش هيفرق بيننا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لو نزل زلزال مش هيسيب المسلمين اللي هناك، لو يعني سيول وهذه الأشياء كثيرة جدا في بلاد الكفر الآن، شوف في الصين وشوف في أمريكا وشوف غيرها من البلاد، يعني كوارث يعني طبيعية وعقوبات إلهية الله عز وجل يسلط عليهم هذه الأشياء، أنهم يتسلطون على بلاد المسلمين في باكستان وفي الصومال وفي العراق وفي أفغانستان. فنسأل الله عز وجل أن يدمرهم تدميرا، وإن المسلم يعني ما يجوز له البقاء في هذه البلاد إلا بنية الدعوة، يكون قادر على إظهار دينه ويكون بالضوابط الشرعية التي ذكرناها. سائل يقول: ما رأيكم في بعض الإخوة كلما عفى الأخ عنه لم يكن من ورائهم إلا الهم والغم، وهو يتودد إليهم بحسن الخلق،
لما واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي أقارب يعني أحسن إليهم ويسوء إليهم، فقال لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل هو التراب الحار يعني، فنقول له استمر يعني أنت تأخذ أجرهم يحملون وزرا، ثاني يحسن إليهم هم لو أساءوا أحسن إليهم مرة ثانية، لعل في الثانية أو الثالثة أو الرابعة يعني تنقلب يعني هذه العداوة إلى يعني محبة. بيسأل الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، نظن ضعيف الله أعلم، حديث ضعيف أو منكر يعني منكر شديد الضعف يعني، منكر هو في راوي ضعيف أو ضعيف مخالف للثقة يعني حديث ضعيف. لو دخلت المسجد وجدت الصف الأول ممتلئا وليس ثمة أشخاص يخفون في الصف الأول، ماذا أصنع؟ هل أخف واحد في الصف الثاني وهل هناك شيء في الخلل؟ نقول إن يعني الصف لو مكتمل تماما ينشئ صفا جديدا خلف الإمام، فالصفوف لا تبدأ خلف الإمام الأول والثاني وهكذا، مش على اليمين كما يقولون ولا على اليسار، خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المفرد خلف الصف، يعني بعض الناس يتركون الصف ويخفون يعني في أماكن في الصف يخفون خلف الصف دون إيه مع وجود مكان في الصف المقدم يعني. ولا صلاة هنا يعني لا صلاة كاملة يعني. بعض العلماء كان يقول يخف بجوار الإمام، بجوار الإمام، هنقول مكان بجوار الإمام هيكفي 2-3-10 ثم تبقى المشكلة هي إنشاء صف جديد، فوالله أعلم يعني له أن ينشئ صفا جديدا خلف الإمام إذا لم يجد أي فرجة في الصف المتقدم، والله أعلم. أخ يسأل عن العطور البخاخة، هي غالبا ما تخلو من كحولات يعني، والمسلم بيكره الكحول يعني سواء كان عليه طيب أو مش عليه طيب، والاجتناب واجتنبوه أدنى الكراهة، إنسان ما يشتريش حاجة فيها كحول، ولكن يعني لو أهديت له عطور مثلا فيها كحولات أو لو واحد طيب وعطي فيه كحول لا يرده حتى لا يكون ردا للطيب، والكحول نفسه بيطير يعني، ونجاسته ليست نجاسة كنجاسة البول، نجاسة حسية ولكنها نجاسة يعني معنوية، فأقول له لا تشتري العطور اللي فيها كحولات، وفي الحلال سعة، الزيوت والأشياء التي ليس فيها كحول يعني فيها سعة، الحلال فيه سعة، ولكن لو أهدي إليك أو لو واحد عطرك بعطر فيه كحول لا ترده حتى لا ترد الطيب، لأن الطيب لا يرد والكحول نفسه هيطير مش هيبقى. رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر وقال رجل آخر تصدق علي بركعتين حتى أصلي العصر معك في جماعة، ما حكم ذلك؟ يجوز يعني، لأن تبقى صلاة لها سبب، أنه بيصلي من أجل أن يأخذ أخا يعني فضل الجماعة، إن قلنا بجواز يعني إنشاء جماعة ثانية فيجوز أن يصلي معه ركعتين بعد العصر، بس ما يكونش قبل المغرب مثلا بخمس دقائق أو عشر دقائق وقت الأحمرار، فيجوز أن يصلي معه والله أعلم. ما حكم الستائر على الحوائط في المنازل؟ لو كان الحيطة صماء ما فيش فيها أي فتحات لا باب ولا شباك فلا يجوز، ولكن لو في شباك من باب الستر للبيت، شتر الشباك أو الباب مثلا، فهذا يعني في ستر البيت فما فيش بأس. إذا عمم الجنب جسده بالماء دون أن يتوضأ ثم صلى، هل صلاته صحيحة أم يجب عليه الوضوء؟ طبعا الغسل يقوم مقام الوضوء، ولكن من سنن الغسل الوضوء، أنه يتضمن الوضوء، أنه يبدأ بغسل السبيلين ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نفرض أنه ما توضاش أم صب المية على جسده بنية إزالة الجنابة أو استباحة الصلاة، فهذا كاف يعني في الطهارة ولا يجب عليه الوضوء، ولكن لو توضأ فيكون يعني أصاب السنة. نفرض هو نسى أن يتوضأ في الأول يتوضأ في الآخر. في حديث عن ابن عباس قال يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا لهب يعني بعد حول في شر حال، أو ابن عباس أو العباس يعني عن سهيلي أن ابن عباس قال أنا رأيته في منامي يعني أبا لهب بعد حول
في شر حال، ويبعد أن يكون ابن عباس طبعا، لأن ابن عباس كان صغير، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. هذا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى هذا الكلام؟ كيف نفهم؟ جزاك الله خيرا. يعني هو ثويبة مولى لأبي لهب، يعني في السيرة يعني نهي التي بشرت يعني أبا لهب بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه أعتقها أو سر بذلك، فكان يخفف عنه العذاب. مش معنى كده أنه هو يدخل الجنة، يعني هو في النار وفي العذاب يخفف عنه العذاب، يعني يبدو باعتاقة ثويبة اللي هي مولات يعني أو كانت أمة لأبي لهب لما بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يفهم الايه الكلام، الله اعلم. المده التي لا ياتي الرجل زوجته يعني في نفاس، وهل قول انه لا ياتيها مده 40 يوما ولو انقطع عنها الدم هو الاصح؟ النفاس زي الحيض، وان كانت النفاس غالبا الفتره بتطول، يعني فالنفاس هو بعد الولاده، زي ما الحيض واحده بتحيض 6 ايام، واحده 7، واحده 5، واحده 4، فالنفاس قد تطهر واحدة من الحيض بعد 20 يوم أو بعد 30 أو بعد 40. فإذا طهرت ورأت الخصة البيضاء ونزل السائل الأبيض الذي يدل على براءة الرحم، فتغتسل وتصلي ويأتيها زوجه. ولكن نفرض أنه استمر الدم فأقصى النفاس في قالوا 60 يوم، في قالوا 40 يوم، ما يشترطش أنها تقعد 40 يوم زي الحائض، ما يشترطش أنها تقعد 6 أيام أو 7 أيام. لو طهرت قبل ذلك بتغتسل ويأتيها زوجه وتصلي. هل يجوز توزيع الحمص في السبوع للأطفال؟ يعني إذا كان الناس يفعلونه كعبادة، نقول إن في عبادة غير دي اللي هي العقيقة يعقون عنه، هذه السنة يعني. فالناس توزع الحمص هذه الأشياء بدل العقيقة، والعق فيه ذبح يعني عن مولود شاه، والجارية شاه، والولد شتان، فدي السنة يعني. فهم لو فعلوا السنة ولو وزعوا حاجة مع العقيقة فيش بأس، والله أعلم. ما حكم الخل؟ يعني في خل بيتصنع من الكحول، وفي خل بدون أن يمر بالكحول، أو فإذا كان كحول لا ما يجوش نحن نصنع كحول عشان نغيره لإيه، نحوله الخل. ولكن لو تم تصنيع خل مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم الخل. فالخل إيه يجوز استعماله، وإن كان هو بيمر بمرحلة فيها بيصير كحول في مرحلة من مراحل إنتاجه، ولكن لا نقصد تصنيع خمر من أجل أن نخلله بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.